فتحت البوابات واندفعت الخير العربية، التكافؤ من 0 إلى 75 4 سنوات فأكثر في شوطنا الرابع على مسافة 2000 متر بمشاركة لزاز الخالدية، غزوان الخالدية، وافي جاسر الخالدية، شايق الخالدية، شامخ جودة، فلاش فاير وسيافي في هذا الشوط. والاندفاعات تأتي في هذه اللحظات من الخارج الآن لفلاش فاير، محاولة التقدم هنا أيضا نشاهد سيافي، وهنا كذلك رقم 2 غزوان الخالدية في الصدارة، المطاردة تأتي لسيافي في المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة لرقم 3 وافي في المحاولات من الخارج لفلاش فاير لأخذ مركز متقدم في هذه اللحظات، وكذلك المحاولات من البقية أيضا في التقدم والتأخر في هذا الشوط، ولا زالت الصدارة لرقم 2 غزوان الخالدية. وكذلك أشاهد الآن لزاز الخالدية يتقدم الآن مع نواف المضياني من الطرف في هذه اللحظات، فيما يأتي من الداخل الآن رقم 5 شايق الخالدية، لازالت الصدارة لرقم 2 غزوان الخالدية، والمطاردة تأتي لـ8 سيافي في هذه اللحظة مع جبرت راموس، محاولات أيضا التقدم في هذا الشوط، محاولات أيضا السيطرة على المركز الأول على أقل تقدير، هنا أيضا الدخول للمركز الثالث لشايق الخالدية، والمركز الرابع لجاسر الخالدية، فيما يأتي الآن رقم 6 شامخ جودة في المرتبة الخامسة والسادسة، الخامسة الرابعة يتقدم في هذه اللحظات. مشاهدينا متابعينا الكرام، بدأت الإثارة في هذه اللحظات قبل المنعطف الأخير، والتقدم لسيافي في المركز الأول بكل قوة في هذه اللحظات مع المطاردة التي تأتي لرقم 6 شامخ جودة الذي يأتي الآن مع عادل الفريدي، المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم، بدأت الإثارة الآن، شامخ جودة يحاول أيضا أن يتقدم بكل قوة، المحاولات بالصدارة لسيافي الإسطبل الخفاق الأخضر مع جبرتو راموس، عدم التنازل عن الصدارة في هذه اللحظات. مشاهدين ابن جنرال يأتي بكل قوة يحافظ على الصدارة، يحافظ على الصدارة والتقدم حتى النهاية، كما يبدو في هذه اللحظات النهاية السعيدة لسيافي في هذا الشوط. ابن جنرال الإسطبل الخفاق الأخضر.